السلام شباب، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة جنرال. اليوم رجعت لكم بلعبة 1v1 بين عمالقة لعبة الجنرال. فاليوم عنا تحدي بين اكسكال وفيفيت. فبداية عنا فيفيت بجيش السوبر وابن واكسكال بجيش التانك. بداية التانك المفروض يفوز، يعني المفروض يفوز على السوبر وابن، المفروض يعني ها، لانه اذا طلع جات واي سي ام على السريع سوبر وابن ما راح يسوي شيء، الا اذا سوبر وابن اعتقد بده يكمبر. ها اعتقد فيفيد بده يكمبر. اكس كان طلع 2 سبلاي 2 وار فاكتوريز، وعندنا فيفيد طلع 2 سبلاي. ايوه ما عم بتعمر باراكس، يمكن كان مقلش. فطلع 1 وار فاكتوري 1 باراكس، وهيعمر هون ام بي اكيد، لانه حتيجي وحده جاتلينك فبده يحمي الشينوك او حتى يمكن الدنيا بها. فعنا هون اكس كال طلع واحدة اوتبوس بالاضافه الى جاتلينج. الاوتبوس كشف فيه الدرون، والله حركه حلوه من اكس كال انه طلع واحدة اوتبوس كرمال يكشف الدرون، كرمال يشيل الكشف اللي عامله فيفيد. ففيفيد حاليا لعب في سريع، فيه يمكن واحدة ار بي جي، فيه واحدة تنتين ثلاثه ار بي جي، فيه ثلاثه ار بي جي. شال واحدة اوتبوس، شال واحدة اوتبوس، ولكن اكسكال جاب ثلاثة جاتلينج. طلع فورا بروباغندا، قلت لكم ده راح اذا طلع فورا جات واي سي ام السوبر وابن صعب يوقفون الا اذا كمبر. انا هون عمر فيفيت واحدة اي ام بي، هون راح يعمر واحدة ثانية، هون فيفيت جاب واحدة فيز على اليمين سنيكي سنيكي كرمال يشيل تركات المصاري. ها بده يشيل، اوي ما انا خلي اكسكال يكبشر الاول، لانه بيعرف طالما ده يطلع بروباغندا راح يطلع فورا بلاك لوتس ويكبشر الاويل. ففيفيت والله حركه حلوه ما خلاها يكبشر الاويل. وحاليا اكسكال ايوه شو، فهون عندنا فيفيت عم بيشبت تنتين فيز ووحده اي سي ام اسعاف. اوكي اعتقد فيفيت ما راح يهجم، عمر وحده ام بي بهي الجهه، وحده ام بي بهي الجهه، كم برا المليون. فيفيد عم يحاول يشيل هذا البانكر مزعج، وطلع سيرش على السريع. هذا طلع سيرش لانه مشان يقدر يشيل البي سي ام. ها بده يطلع عرورة، بده يطلع عرورة، عمر 3 اي ام بي يسترجي الجات يدخل. هلا دخلت الجات صعبة جدا. اكس كال كابشر واحد اول بالاضافة الى طلع السبلاي الثالثة، طلع السبلاي الثالثة، وهون عم يشيل هدول ال شو اسمه تانك تراب. ايوه اول مره بشوف اسمه ابو شيء. كرمال يطلع على السبلاي الرابعه، اكس كال طلع وحده افنجر يمكن لانه بده يطلع ميكس. ها اكس كال فعلا طلع بده يطلع ميكس. اوكي فيفيد هون طلع راح يطلع ارورا معلم. هلا الارورا بدها هيا لاكس كال عبوا الفراغات انتو بس، ولكن اكس كال منتشر في الخريطه الصراحه. ها بس عجب انتشاره في الخريطة ده يأثر شي على فيفيد؟ الأرورة حتمسح كل شي، ما راح تعف له شي لإكسكال. إكسكال صعب يدخل على فيفيد. 3 اي ام بي معلم. طلع 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 شوفوا 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 هذا اللي عم بحكي عنه، هذا اللي عم بحكي عنه. ايوه جاب تنتين ميكس. اوه شال 3 فيز. اوه بتنتين ميكس شال تنتين فيز وحدة امبالانس. او ماي جاد حتى كمان جنب بدل افنجر ولكن ده يخسرها ولكن يا تنتين فيز شالت تنتين ميكس. تنتين فيز تنتين ميكس بالعكس بالعكس. حاليا فيفيت طلع وحده ارورا. والله خليني اشوف اكس كال شو بده يساوي. والله بده يساوي شيء فظيع. اكس كال دائما عنده حركات معلم، ما تحس الا خسرت. فاكس كال طلع وحده مطار، طلع على المطار الثاني، صار عنده 4 سبلاي، طلع 4 سبلاي بالاضافه لهذا الاويل. فيفيت فجر هذا الاويل. اعتقد فيفيت محاصر حاله، ولكن الارورا هلا حتنظف كل شيء. بس اكس كال مشوفه موزع الجات توزيعه ما راح اقول لكم، لانه اي ضربه ارورا موزع جات ساعتها هو، اي ضربه ارورا حيخسر الارورا. فيفيد ما راح يخاطر لانه طالع 2 سبلاي حاليا، ما عنده ولا وحده دروب زون. اوه طلع على المطار الثالث، مطار الرابع. ايوه انت تانك،
الو اوكي فيفيد كانه شال شيء هون مع شال بلاك لوتس وعنا هون اكس كال شال تنتين فيز يمكن شال تنتين فيز فيفيد طلع واحد بورتون حاليا فيفيد محاصر لحد الان مش معمر سي سي ما راح يفيده ولا معمر دروب زون اكس كال مكمبر اكس كال ذاتها مستلم الخريطة عنده تقريبا 5 ميجز بس فيفيد هون طلع تنتين افنجر طلع تنتين افنجر كرمال ميجز صعب شوي على اكس كال حاليا بس اكس كال صار عنده كميات ميك حلوة 2 4 6 7 بشيلوا تنتين افنجر يمكن 3 افنجر حلو طلع 3 افنجر لا تنسوا انه اكس كال مكبشر مبنى الريفاينري يعني معه الافضلية يعني ميكس في التانك حقه 1600 ميكس في التانك حقه 1600 مع مبنى الريفاينري 1440 يمكن اوكي هون بينما اكس كال عم يكبشر الاويل فيفيد اجى على هي الجهة كرمال يشيل الاويل يعني هيك اكيد طبعا اكس كال كبشر الاويل وجاب تنتين اي سي ام وقف وحدة افنجر تنتين افنجر والاكس كال جاب الميكس يا حرام خسروا خسر تنتين افنجر وحدة فيز يا اسطورة يا فنان يا زلمة بدها جنرال بس بدها تكتيك يا زلمة ايش سوى جاب تنتين اي سي ام شو وقف الافنجر خسروا لفيفيد 6000 ليرة بس هلا عم طلع لي افنجر عم بقول له انا اكس كال عم طلع لي افنجر هلا تحشى بطيبة قلبك اوكي صفي النية صفي النية خلينا نكمل اوكي عم فيفيت عم شل الاويل فيفيت فيفيت مطلع واحد بورتون عم بتسلى في ارض اكس كال شلو بروباغندا شلو مطار وشل السبلاي استحاله دي دفي يا 5100 اوكي كبشر له الباور لا اكس كال زمان تبع 3 ارورا من قبل فيفيد جيش اكس كال مسح في 3 ارورا مسح هيك وحاليا فيفيد 3 ستار اكس كال جايب تروب كولر من هي الجهه عم يحاول يشيل ام بي ولكن فيفيد جاب ال جاب الفيز وعنا اكس كال جاب الميكس شل افنجرتين اكس كال عم بخسر كتير بس ولكن عم خسروا فيفيد عم خسروا كتير لا اكس كال يا حرام شل مطار فل لا 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 يا حرام يا شل بورتين طار يا حرام اوكي هون فيفيد جاب سبكتر شل واحد اويل جاب 3 عرورة حينظف حينظف حيشيل جاب اوكي شيل 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 اتاك موف اتاك موف اكس كال مش منتبه اكس كال مش منتبه ووضعه وضعه زي الزفت زي الزفت بلشنا نحكي مصري وضعه زفت فيفيد طلع وحده دروبزون بعد ما خلصوا السبلايات او فيهم تقريبا شي 15000 اكس كال معه 5 6 7 ميكس حاليا ما بيقدر يسوي شيء اكس كال فيفيد رجع طلع بورتون بالاضافه الى الافنجر عنده 2 افنجر و3 ارورا حيشيل الجاتلينج حيتسلى فيه حجي بالارورا حيتسلى فيه لا معلم يقول له جي جي والسلام عليكم فاعتقد هاي 1-0 لفيفيد لانه اكس كال مستحيل ما بيقدر يسوي شيء ضد الارورا سبرا اوبن بالكمبرا بالكمبرا مجنون ارورا ايش داي واقفه الا هيك بالغلط ثاني شيء فيفيد معه سي سي بيقدر يعمل سكان ويضرب ويرجع اوكي بدي اشيل ام بي والسيرش سال بس السيرش ولكن خسر 3 ميكس استحق اوكي اكس كال كانه حس انه في بورتون طلع تنتين تروب كولهر حس انه في بورتون او ماي جاد
ليفي طلع ثلاثة افنجر، جايب الايتن كرمال يشيل السبلاي، شال السبلاي. ليفي عبيجهم وبعد، عبيجهم وبعد. اكس كال ما صار ليفل ثلاثة يا حرام. اوكي اكس كال انتبه على البورتون، اجا شاله باع المطار. اكس كال عندفع بيصير، بيصير ثلاثة ستار، بيفيده بالالتري، بيحاول يشيل المطار. خسر واحدة ارورا بس تاني على شعرها هيك بزقها، بزق عليها بطل. اوكي فيفت بلش يفلس. تعرفوا اكس كال اذا عمل حركة اواه صارت ليفل ثلاثة، ضربة على المطار، لا مش ضربة على المطار، ضربة على البار. ايوه كنت ضربة على المطار، طلع ضربة على البار. ايوه شو اكس كال جايب اللوتس كرمال، كرمال كبشر البار وطفية البار. ما الله اكس كال بده يهجم يا حرام. يا حظه، يا حظه لفيفت، ولكن خسر وحده ميكس. شال رجع شال السيرج بالميكس، بس رجع فيفت انقذ الموقف على اخر لحظه. بس بنفس الوقت اكس كان ما خسر غير وحده ميكس. حلو اوكي فيفت صار عنده تنتين ارورا، وحده مدمجه وحده عايشه. فيفت عايش على تنتين دروب زون. اكس كال وضعه الاقتصادي ما بيشحد، جمع له جيش من الاوتبوس، من ال من ال ايش كان اسمه هذول؟ رينجر. وقف له تنتين افنجر وجب الميكس. اوه شال، شال شو شال؟ شال شال اوكي دمج له الفيز بس ما شال الافنجر، شال واحدة افنجر واحدة فيز يمكن. بس حركة حلوة من اكس كالا، وقف الافنجر كرمال يجي يضرب. واقوى ارورا ريد يا فيفت، رح يصير خمسة ستار من ورا الارورا. اوكي هون اي ام بي جمدت الجاتلينج على حظه. اوكي جاتلينج هي ايش عم تسوي هون؟ سؤال اشتباك هون ما انتبهت. رجع جاب له اللوتس، ما بعرف شو كان عم يجمد، كان عم كبشر المطار، بس فيفت انتبع على اخر لحظة وجاب الميكس، شال ال شال الفيز. حلو ها كبشر له السي سي، كبشر له السي سي بس ما خلاه يكبشره، باعه على السريع. اوكي فيفت هون طلع السيرش. اكس كال عايش على الحديدة، حرفيا عايش على الحديدة. قديش فيها؟ 1200. نتيجة مثل ما طلع عندكم على الشاشة، اكس كال حيخسر، ليفت حيتسلى فيها في الارورا. اوكي كانه خسر ارورا. ايتن حلوة من فيفت، شال تنتين جات وحدة ايسين بس، ولكن فيفت خسران وحدة ارورا كيف؟ يمكن كان بحاول يضرب ضربة. جاب اللغم كرمال يلهي الاي ام بي، وجا شال الاي ام بي، ولكن اكس كال خسر وحده ميكس. هلا حاليا ارض ولا فيفت مفتوحه حاليا، طلعان على دروب زون الثالثه. رجع عمر الاي ام بي، فيفت معه مصاري. فيفت ليفل اربعه واكس كال كمان ليفل اربعه، بس هلا اذا بعد شوي فيفت اذا صار خمسه ستار اكس كال برا اللعبه، ولكن اكس كال ابلغ بدي اجرب حظي، بدي اهجم، يا بتصيب يا بتخيب، يا بتصيب يا بتخيب. خسر واحد ميت، خسر الجيش، والسلام عليكم، كتب له جي جي. هلا بطلع ضربه ثانيه، اكس كال بصير برا اللعبه. ايوه بيفت خسران الارورا لما ضرب قبل شوي. اوه شفت الالتراري، اوه حلوه الالتري، شالت له وحده افنجر. يمكن اكس كال بدايله بالطاوله مثلا، كم ميكس عنده؟ خمسة ميكس بالاضافة الى كم جيش؟ اذا شال هدول الافنجر، اذا شال هدول الافنجر ممكن يفرق معه. ها جمع وحدة افنجر،
اجى يدروب شال كل الفيز تقريبا. الافنجر مد دمجة والاوتبوس في ارضه لفيفيد حيشيله. اكسكال ما طلع عنده شيء. اكسكال ما طلع عنده اي شيء مع الحديدة. دمجنا لخمنا باور لا علاقة النجاسة. صلى اكسكال ما عنده شيء، ما عنده شيء. اكسكال في حال لا يوصلها، ولكن فيفيد عون مساوي شغله انه موزع الشنوك. ليش؟ ايوه بجيب له الميكس بالنقيطة. معلم هاي الافنجر بدها تنشال في اربع ميكس مع بعضهم مش بالنقيطة. فعنا اكسكال انسحب، كتب جي جي وطلع. مستحيل يفوز على واحد كمبرجي. فواحد صفر لفيفيد، وخلينا نشوف الريفيرس. اوكي رجعت لكم هلا بالريفيرس. اكسكال حاليا بجيش السوبر روبن ضد فيفيد بجيش التانك. هم اعتقد بيلعبوا نفس التكتيك. ها اكسكال وفيفيد يلعبوا نفس التكتيك. يعني هلا اكسكال دائما عنده افكار، دائما عنده خطط. ايوه بعد سيسي بالغلط، افكار بعد سيسي بالغلط. هالشيء بعد لا بحكي عنه. اي يا ما بده يعمل شيء مخارج الصندوق او يا كامبر. فهو حاليا بده يلعب تكتيك ال ايش كان اسمه؟ والله نسيت التكتيك. وان سبلاي اكس اكس ما يمكن؟ والله اذا بتعرفوا اكتبوا لنا في التعليقات. والله نسيت. وان سبلاي يمكن. هيك يعني هجوم سريع مثل ما بقولوا. جاب دوزر على اليسار، جاب دوزر على اليمين. فيفيد طلع اثنين سبلاي اثنين وور فاكتوري. ذاتا انه فكرة يطلع السبلاي الثالثة صعب. فا اكس كال جهز فورا في سريع. وخلينا نشوف. طبعا هاي اللعبة بتعتمد على المايكرو، يعني حرفيا اذا بتخسر هاي الفيز خلاص انت كتب جي جي. طلعت شوف هلا طلع وحدة وحدة كات وحدة اوتوبوس. يعني على اذا شال هاي الفيز طبعا اكيد يجيب الامبلر كل ما يطلع. اذا خسر هاي الفيز خلاص خسر جي جي، لانه ما طلع وحده سبلاي ما فيني اطلع غيرها. فا اكس كلب دي كمبر، قصدي فيفيد دي كمبر. اوكي اكس كام دخل الدوزر على اليسار، دخل دوزر على اليمين. انت ايش جي ها بعمله يم بي. اوكي فيفيد كانه ما منتبه. والله حلو حركه حلوه ها. بس ولكن عندنا فيفيد مدخل جات سنيكي سنيكي على الشنو. حتى اذا خسر الشينوك ما معه مصاري يطلع غيرهم كمان جي جي. ايش ده يبيع؟ والله حركه حلوه اللي يم بي ها حبيت. وقتها عمر البراكس بلوش شال الدوزر تاعت اكس كال، طلع بروباغندا وشال له الدوزر بالاوتبوس. اوكي هو مسحب الشينوك اكس كال انتبه عليه، جاب له الفيس قال له ايش عم تلعب مع سوسو. بس لا يخسر الفيس هم ما خسر الفيس. اوكي هون بس اكس كال عم ناوره عارف يعني اذا خسر هاي الفيز خلاص جي جي. يعني صعب يطلع غيرها. بالزول طلع وحده وعباها ثلاثه ثلاثه مثل ديفندر. خسر البالانس، خسر البالانس ولو خسر وحده كات حلو. ايوه فقدت فيفيد دوزر. خسر اول دوزر، دوزر الثاني عم تعمل بروباغندا. وعندك عندك اكس كال معلم مستلمه لفيفيد. اوكي هون عم بطلع راوند 2، راوند 2 بالفيز. ام بي تانية متقدمة. هون في بلاك لوتس. بلاك لوتس اذا جاب على ارض اكسكال وحاول يكبشر واحد من هدول اكسكال برجع بصير برا اللعبة. ها والله حاليا فيفيد طلع فورا جات وي سي ام. اوكي باع الور فاكتوري مشان الاي ام بي اللي عمره هون، ولكن اكسكال كنسله وبده يعمل واحدة تانية. والله اكسكال عنده 10 فيز وزاد عن خسران دوزر الثاني ما فيني يطلع السبلاي الثانية. ايوه ده يخسر هاي الدوزر اكس كال. الو 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 اوكي اكس كال خسر وحدة فيز يا حرام، ولكن خسر وحدة اي سي ام. خسر وحدة اي سي ام. تعال ده شلع الدوزر لا فيفيت. يمكن تقلب الطاولة. ادعس ادعس ادعس. لا لا تخسر لا تخسر. والله خسره حاليا اكس كال هانتي. اذا خسر هداي الفيز خسر اللعبة. بس كيف حيتعامل مع هالوضع؟ حاليا فيفيد مش هانتي ولكن ما بيقدر ياخذ السبلاي الثانية.
بيفت واكسكال ما له طالع سيرش كمان ما عنده غير 3 فيز بالاضافه الى الامبرانس. بيفت مسيف ارضه بحيث انه ذا اكسكال الله بحكي ذا اكسكال هجم عليه تكيك بيزات يعني انت بتكيكني على بكيكة فخلينا نشوف اكسكال كأنه حيخسر لانه في سي ام اوكي انتبه وهون فيفيد عن صبلات الاكسكال حيخسر الشينو لا محال اوكي هون اكسكال كمان هجم على البيز يا قاتل يا مقتول فشال وحدة جات تنتين جات ولكن طلع تنتين اي سي ام صار عنده جمد الفيز السلام عليكم وعليكم السلام وخسر شينا كمان كتب جي جي خسر راندوم ريفيرس مبارك عليك ومبروك خلت فالف الف مبروك اكسكال خسر 2-0 ضرب بلا شماتة قلت لكم اذا بخسر الفيز او بخسر الدوزرات مرة اللعبة ف 2-0 لفيفيد طبعا الست هاد بيست اوف 13 اوكي شباب رجعت لكم في جيم جديد هو مش جيم جديد يعني هنا عم لعبوا سيت يعني بيست اوف 13 فالجيمات تقريبا طويله حقسمها على فيديوهين اكيد ما راح لكم نتيجه خلاص يعني اذا اعطيتكم نتيجه ما في داعي اصورها ف حتشوفوا النتيجه بعد ما يخلص الفيديو طبعا الفيديو حيكون كفيديوهين طويل شوي ف هلا فبدايه عندنا هون اكسكال بجيش الليزر وفيفيد كمان بجيش شو جيشو تانك يعني نفس الشيء بس في فرق يعني مره ليزر ليزر ارخص من السوبر وومن بدايه عندنا اكسكال بجيش الليزر ضد فيفيد بجيش التانك هي الخريطه مفتوحه كتير وفيها موارد كتير ها النص فيها موارد اليمين فيها موارد فيها اول كمان حتى اليسار كمان فكأنه نفس الجيم اللي لعبوها قبل شوي بس هون اكسكال بجيش الليزر يعني احسن بشوي الافنجر والجيش عنده رخيص شوي نوعا ما فاكسكال طلعت 2 سبلاي بالاضافة الى 1 وار فاكتور 1 باراكس فيفيد كمان نفس الشيء 2 وار فاكتوري 2 سبلاي وطالع على طالع على السبلاي الثالثة كأنه فيفيد كمان نفس الشيء ولا شو موزع دوزرات يمين يسار اوكي مش فاهم شو عم بحاول يعملوا حاليا فيفيد طلع وحدة اوت بوس وحدة جات سنيكي سنيكي وطلع تنتين جات ليهجم على اكسكال اكسكال ماخذ هذا البنكر النص كرمال ما يجي على السريع يعني يلكعه شوي اكسكال وحده فول فيز على السريع على ارضه ل فيفيد اوكي اخذ هذا البنكر او ماي جاد حينقرع كثير فيفيد اعتقد اكسكال بده يكمبر هون ماخذ بنكر وهون ماخذ البنكر وهون ماخذ البنكر اسمه بنكر ولا بنكر وهون ماخذ البنكر كمان هون تبع على فيفيد انه في كاتلينك حيجي يشيلها اكسكال حيكمبر ما عجبه لعبة وان سبلاي فقال له حكمبر او اذا كان رجال تجي لعندي صحيح هو ما عنده قارورة مثل السوبر وابين ولكن ليزر يا اخي ليزر فيفيد طلعان 3 سبلاي بالاضافة للبركس ده يطلع يتكبشر الاويل وهون عندك اكسكال عم يجهز جيشا من الفيز وجيشا كبيرا كمان بده يبلش يهجم على فيفيد فيفيد شوفي بارضه بده يطلع جات واي سي ام ما في غير حل هيليكس صعب وبعيد ذاتا ومعه سكان اذا طلع هيليكس ممكن يخسر الجيم اوكي اكسكال بده ياخذ هذا البنكر كمان بده يستولي على كل البنكر تقريبا هون فيفيد طلع جهات وي سي ام بده يحاول يكبشر اوي طلع وحده دراجون تانك رمال يشيل هذا البنكر ويكبشر 2 اويل حاليا اوكي هون اكسكال طلع سيرش وطلع وحده ليزر تانك واظن حيطلع السبلاي الثالثه عم كبشر الريفاينري عم كبشر الاويل وحيكبشر هذا الاويل قريبا
حاليا فيفيد عم كبشر الان عن طريق البلاك لوتس، ولكن متاخر كتير متاخر كتير، بس ده يطلع مطار. ايوه ايوه، شو صار هون؟ كأنه اكسكل ضرب حاله مثلا قبل شوي، ولا لانه ده يمسك له، عرف انه ده يمسك له اللوتس او ليسيا مشان يعطيه اكس بي. والله يمكن. ها اوكي، اكسكل مش اكسكل، فيفيد كابشر 2 اويل و3 سبلاي، اكسكل 2 سبلاي وطلع السبلاي الثالثه وكابشر اويل والريفاينري راح كابشر الاويل الثاني. اوه طلع السبلاي الرابعه، طبعا هاي السبلاي راح تخلص. فيفيد كمان نفس الشيء، بس اكس كان راح يتجننوا في الفيس. اذا لعب عليه مايكرو صح بيالفيس حيشيله لفيفيد. اوكي شال وحده جات وحده اي سي ام، حيشيل هاي الجات كمان. اوكي اكس كان خسر وحده فيز بالاضافه الى هجم على ارضه لفيفيد، ولكن فيفيد عم يصطاد ليهم في الميكس، عنده تقريبا تنتين ميكس، حيشيل له بروباغندا كانه شل الدوزر. الدوزر هذا مدمج عشاره، اوه عشاره يا حظه لفيفيد، ولكن اكس كان حيخسر الفيز. ما راح يوسع المطار، لحق فضي فضي فضه فضه، شال جاد اوكي شال بروباغندا ضرره، لحق في ارضه لفيفيد بينما هو عم ينتشر. طلع بورتون كبشر الاويل، حياخذ النص قريبا. فيفيد جايب اللوتس، اوه فيفيد ماخذ المدافع حلو. اكسكال طلع على السي سي، مش طلع على السي سي، بنى السي سي يعني، ولكن فيفيد عمر مطار الثاني مشان الفيز. طبعا اكسكال اكيد حيطلع افنجر، اذا ما طلع افنجر يعني. اوكي هون فيفيد جاب واحد دراغون تانك كرمال يحرق البنكر اللي فيه المس الدفندر ويحرق الاويل، استسلم ما عبد الاويل. فا اكس كان بطبيعة الحال جاء عم يحاول يدافع عن الاويل، بس رجع شاف حاله انه خسر الاويل رجع، ولكن فيفيد جاب الميكس اربعة ميكس، جالو تنتين فيز ثلاثة فيز، بس خسر ثلاثة ميكس بنفس الوقت. مش ماخذ الريفاينري، يا حرام يا حرام، مش ماخذ الريفاينري نوير. اكس كاس عنده جيش كتير كبير كتير كبير، لسبب انه ماخذ مبنى الريفاينري فيز، ولكن شوفوا شوفوا الفايت بين اكس كال وبين فيفيد، اكيد اكس كال حيفوز لانه جيشه اكبر من جيش فيفيد، وفيفيد انسحب وجي جيز انسحب لانه جيش اكس كال كتير كبير صعب يتوقف. 2-1 لصالح اكس كال. اوكي شباب رجعنا لكم في الريفيرس، وبداية عندنا اكس كال بجيش التانك وفيفيد بجيش الليزر. اوكي فيفيد حيطلع وان سبلاي سريع بينه، شو هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ ايوه وهاي كمان، هاي شنو هاي؟ اكسكل بده يطلع يكبشر الاويل على السريع على السريع. ها فهمت شي، ها هون في حركة فيفيد سواها انه يعمل هاي الحركة لانه بده يمسك مثلا البركس او بده يمسك السبلاي بده يعشر هون، فاذا ما قدر يعمل بيكون هون ففي معمل هون، فاكسكال حيفهم انه طلع تنتين سبلاي، ولكن هو بالاصل ما طلع تنتين سبلاي، طلع رش سريع وحده فيز وحده فيز ورش سريع على ارضه. فاكس كان مفكر مثلا ما بعرف انه هو طلع اثنين سبلاي، ولكن هو بالاصل ما طلع اثنين سبلاي، حيكتشف هذا قريبا على ام بي سي 2 قريبا. ايوه اكس كال اعتقد انتبه على الفيز وانتبه على هاي الدوزر، فعرف اكيد انه طلع فيز سريع، ف السيناريو حيرجع فيفيد. اذا خسر هاي الفيز خسر الجيم، اوكي في فيز ثانيه، واذا خسرهم حيخسر الجيم،
لانه وزع دوزر يمين يسار عم يحاول يدعس هاد، ولكن جاب له وحده ار بي جي حيخسر الدوزر. سحب الدوزر اكسكال، طلع بروباغندا سريع اكسكال ديجي شله واحد دوزر وعلى بروباغندا، ما راح يخليه يطلع بروباغندا فيفيد، ولكن محاصر حاله. لا مش محاصر حاله بالعكس. ايوه اكسكال هو فيفيد هو حاصر حاله تاني. مين حاصر التاني؟ يا حرام اكسكال هانتد، يا اكسكال هانتد، يا فنان يا فيفيد يا فنان، لعب عليه بتنتين فيز خلاه يصير هانتد وفيفيد هانتد. وين دوزر تبعه؟ سحبه ولا شو؟ هو اعتقد يمكن كمان وهو كمان هانتد. ها هانتد هانتد، بس اكسكال ما عنده غير واحد وور فاكتوري شغال لسه. شلو يا فيفيد اكسكال مرة اللعبة. اكسكال كبشر واحد اويل على الكبشر الثاني، بس هلا بده يصير معه فلوت على واحد سبلاي. اوكي اكسكال بعت له وحده جاتلينج سنيك سنيك كرمال طب بلشينوك. حركه حلوه من فيفيد، ها شفتوا كيف حاصر الفيز واحده من فوق واحده من تحت. اذا بدي اتفنن 10 كيف بدي اتفنن. فيفيد كان يخسر، كان حيخسر واحده فيز، بس ايه فيفيد وين الدوزر تبعه؟ خسره هون. خسره هون، كان بيحاول يدعس الرينجر. اوكي هون فيفيد عنده 4 فيز حتى فول فيز كمان. اكسكال في حالة مزرية، ما بطلع غير جات، ما حالته الجات. اذا ما قدر يساوي شي في هالجات حيخسر الجيم، ولكن الجات ما حتساوي شي دم فول فيز. الله اكسكال وفيفيت حيشتغلوا في تحقيق البيزات، يا بتكيكني يا بكيكك. بس اكسكال عنده كميات كبيرة من الجات ومعه فلوت 11000. اكسكال راي انتحاري معلم، قال له لا بتشيني يا بشيلك. والله باين فيفيت هو اللي شاله. اوكي بسحب صلح سحب اضرب سحب صلحب خود خذ وعطي خذ وعطي. اكسكال دبور تبعه مدمجة حيخسر عدد فيز. والله يا فيفيد عنده مايكرو شو شو المايكرو اللي ما برحم. اوكي هون اكسكال مدخل وحدة سنيك سنيكي جات شلو شينوكات شلو الشركات، ولكن هم دمجين هنا فيفيد شلو الباور. ايوه شو عم حاول يسويها؟ اكسكال عم بيحمي رشاش الجات عشان زي اجت الفيز طلع فورا تمسكه تضربه. بس فيفيد بندو مايكرو، ايش المايكرو اللي ما برحم. ها اكسكال خسر، اكسكال حيخسر، بس فيفيد اوكي ميت. يعني اذا شل هالفيز اكسكال فاز. بس وحدة فيز ما بيقدر يشلها يا راجل. شو هالمايكرو هاد؟ اكسكال انسحب والنتيجة 3-1 لفيفيد. السيت شوي طويل، حكمل السيت في فيديو تاني. فهيك بكون وصلنا لنهاية الحلقة، إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، ونشوفكم في حلقة الجاية.